شو عم تعطوا ام اس تي؟ يا مدام سعاد يا مدام. طيب زيدي لي يلا 30 ملي جرام اذا ضلني موجوع رجع احكي. عم بخيلك يا ابني يا مدام، بس قد نحن موظفين هون، نحن عبد مامور ما فينا نعمل شيء. طيب عيطوا. شو في هسه؟ شو عم بصير؟ شو بدك يا مدام؟ بخيلك يا حكيمي بخيلك، اليوم موعد الزرعه تبع امل وما عم يقبلوا يعطوها اياها. الله يوفقك ساعديني، شوفي شو بتعملي. دخيلي كيفك امل؟ مثل ما شايف. اعطيني الملف. شو المشكله؟ ما عم تستقبلوها دكتور؟ في مشكله بالانشورنس تبعها. انا صار لي فتره شحطوني من شغلي وما عم تقدر تسدد الاقساط. بس دخيلك امل ما خاصه، لازم اليوم تاخذ الجرعه، وانت بتعرفي ما بيسوى تتاخر. بعرف. بوس ايدك خلص امي، هدي حتشحدي بقى. اسكتي. ليه ما حدا حكينا من الادميسيون قبل ما تاخذوا هيك قرار؟ دكتور يا سياسي المستشفى، انا ما في اعمل شيء، انا ما في فوتها اذا ما في تامين بغطيها. يا سياسي شو عم تحكي مع موظفه هون؟ فوتيها على مسؤوليته، انا بحكي مع الادميسيون. يلا ياسر خدها حضرها. تفضلي مدام. الله يوفقك ويرضى عليك. سلامة قلبها. سلامتك. سلامتك امل، هلا برجع بشوفك امل. تفضلوا معي مدام. يلا قومي حبيبتي تساعدك شوي. يا رب. كيف حاسه حالك هلا؟ صرتي تعرفيهم كم يوم صعبين وبيمرقوا. بيمرقوا ونرجع من اول وجديد. لا هيك بدك تزعليني منك، نحن ما عم نرجع من اول وجديد، نحن عم نكفي ونتقدم لترجع صحتنا مثل الاول. دكتوره بيان، كيف فيك تكوني متفائله على قد؟ لانه لازم اكون متفائله لتمرق هالمرحله الصعبه. مرض السرطان ذكي، بدك تكوني قوية وبوزيتيف لتقدر تتحديه وتصحي أسرع، مش هيك يا سعاد؟ لك الله يوفقك ويرضى عليكي، الله يرزقك يا رب. طيب نايمين نايمين نايمين. هلا برجع بشوفك، سلامتك. شو؟ كيف حاسس؟ منيح. في لعين نفس؟ ايه شوي. شوي؟ هلا رح لهم يعطوك زفرة. سلامتك. كلك زي يا رب. اطلبي لي الاكستنشن 4 5 تو 10. ايه معك دكتور بيان، في حدا عمل لي بيجينج. اجت ضغطه؟ طيب اعملي له مونيتورينج هلا برجع. يلا. كيف بدك تخبريني شو عم بيصير؟ شو نحن فاتحين مستشفى على حساب دكتور بيان؟ بس دكتور انا قلت لك خلص سوفي ميرسي بوكو. مع السلامة. لي حل جزري، يعني ما هو بيتحمل هيك. مشكلة مش فيها. اذا في عندكم مشكلة حكوني لإلي، هي البنت ما خصة. دكتور بيان، أنت عم تفهمينا غلط. هيدا مستشفى خاص ونحن شركاء. نحن مش فاتحين، نحن جمعية خيرية. وهذا الشيء صرتي عملتيه مع أكثر من مريض وأكثر من حالة. بس ما فيكي كل مرة تفرضي علينا إنه نتابع نحن علاج المرضى وعلى حسابنا. دكتور وليد، أنا عم بمشي على سياسة المستشفى يلي أنتم عم بتغيروها، وأنتم عم تتناسوا إنه نحن بنتبرع بالعلاج للي ما معه يدفع. دكتورة بيان، يعني بدك ما توخزينا، إذا بدنا نتصرف بهالطريقة مع كل مريض هون، بالنهاية رح ننكسر، وأنت بتعرفي منيح إنه وضع المستشفى ما بقى يحمل، ما ضل عندنا غير حل واحد هو بيع المستشفى، وأنت واقفة بوجنا. إيه أكيد، لأنه مع الأسف في سوء إدارة وفي سرقة، أسعارنا أغلى بثلاث مرات من غيرنا، ما بعرف ليش، أي شركة أسيرانس وأي ضمان بعد بدها توافق تتعامل معنا، بس هي القصة كلها منا قصة تكلفة العلاج، القصة إنه أنتم بدكم تبيعوا المستشفى، وأنا ما رح بيع.